السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام ونكسن داود يالميل والباد جوكتان إيقاما إذان برانين انت بادن إن أنسو قد بيو برامجان وعنو كالتا أما با أدركتان أنيقا أو سيدا قربها إيا شيخ بدبادو إيوش عبدالحاق والله بادر إنا عقا تاقن والله بادو باد سوينو قران إيسا وحنجع لهاي مركا ما أنت نصيب إيانو ياشي إن آن لبادو دا آن لكلمو مركا كوباد وحنجع لهاي حارونتش عبدالحاق ما دامون جوغنو إن أن بالشيخ بدبادو ويديو وحاول صدوني حرم تشعب الحق وعم كوكرون شيخ بدبادو سودو أبو مسنت هاي أدي شيخ أبا يا أصحاب هذا هل كان وحنا أؤمن شيخ أسوسي يحتي حرم ترين عرقو معلومات أن ما شاء الله وأن قصة أصلا حرم تان يسوي شقي هورا أن حكوا هذا ما شاء الله هل كان ولا على بعض إنه هذه شيخ هي حرم تيسن عن ويسيو عن وأنا كفر حسن نورت إنه لهاي نيروبي كوكاني ومضى الإسلام كان عضو شقيسه سودو بالنوجا وربحي مركب كوباد محاكو دليلنا نيروبي تمادو حنكو إن سومالي ملك الدول سومالي لان إن عضو الكاميريس بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال في عنوية إلهي بما هذا سبحانه وتعالى إكاني نيروبي مركب نركي باهية ولا له قبان يسنعودين هل كي مدن محاكي ضد بدن رهن نيروبي حق جو منشري ayshii jira dad fara badan oo halkaas aan iman karin inay joogan marka saas awdayaan yaanu imi alxamdulillah marka aan imina waa magaalo wadan aan ka helay weeye waa wadan maartay lagu dhaqdhaqmi karo waa muqdisho labaad waa meel aan Soomaaliya waxba dhaamin weeye ee xagga nabada mooyane ha inta kale waa Soomaali weeye marka waa degay hadda ha waa degay ilaahay subhanahu wa ta'ala waa way dejiyay xarun way ma ku leeyahay إلهي بنا مهذا إسكال سبحانه وتعالى. وياي لبدي إنه بقى لبدي مجال أو كلا دوان أما لوردنا أو كلا دوان بعد بلشده ككلمة تشان. شعبد الحاق بل أنتي عاد هوشن كجرتي عاد بلشده القرآن ككو أغري سيدات كصوماليات وحيابها كلا دوان أما عذر رده كلا دوان لدى على داعية وحيابه عاد الله كلنت. أما كوجو يا كبدنا هل يلب؟ ها بسم الله الرحمن الرحيم والله حقيقة وحنا أركب وياب هوش عن وحيابه. وياب بكل صلي سنتايبا مالن بمالن بوحكتن بيبا لاركيا مالن بوحكتن بيبا لاركيا مركا مده كر هل يلا بوي ياب كذا وحنوران كرا ووح معجزة أوي محي القرآن كان معجزة وط وياي شعب الله فاروق سلو والله سعوتها بلشدة شعب الحاق والله سعوتها في العلن ترى مركا أطفي رسو ضدك القرآن كسارة أما شيخ رشيوين شعب الحاق هم غضو أما ودد كلاتا علماء كلاتا القرآن كدد كسرتها النقطه بل أذيع حابها إلى أي حد أما هل كان هالنقطه أو ملك لا تطبق هالنقطه أما أبقى أركتي محاكمي فأدد كذا أنواع مانية شقوينة هي لكن دد كويس كان سنين وهر والغية بأن دي جلد كان خصو كان حاجة لكن مدة ما فهمي ما كدد كان الله غيسي قوينا وياه ضد بلشدة فنتي عجائب كذا يغرق كذا وحاكم إذا إن اللي هقف معناها أنا أركي سيد قف إن ده أنت تين يبلاي أنت ترى قرامك الواقري إن ده يوصل نقطة عجائب كم حاكم إذا ضد أنسعوني عريانا كدي من الصعودي ويركواهي قاو مدة أركيس غرائب عجائب كم إنت إلهي بقول لني لأن إلهي ماشوا وحلا الضونه عدمي استاتي كرتو فان جو لها عافيمات كل دونا عيد كستو سكتي ما دمه ريستايك سي كستو عافيمات درها دو ويني دولك با تالي سريرتي اي تودري ماركا عجايب كده تاسا ايغو ان ادكو مقلو ايا كاميرا واي هي شيخ حقن سوير دو وحير وحان ربا ماركا بلشده سومالياد فرينتا ادو درايسو اما هان نوقدو كو انت جوغا اما كو د قربا جيره اما كو اس ودنكي جيره ميشي دوغنان ها جوغان dadka xanuunada kala duwan oo intay dhakhaatiir ku daaleen wax walba ku daaleen intaas oo qof oo qaar aan la kulanay oo xajireeyay markii horeeto
isbitaalo iyo xagga ka daba wareegeen markii dambe u soo noqday in diinta Ilaahay ay saaran Ilaahayna ku caafi adi laftaada waxa weeye la kulmay dhacdooyin badan oo kuwaasi oo kale ta aha farinta u dareeso bulshada Soomaaliyeed guud ahaan wayahay waxaan way farinta aan farayo waa kitaabka quraanka way kitaabka quraanka Ilaahay baa iska subhana wa taala in nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay xadiis macnihiisu aha in udur ma jiro ilaa dawadiisa Ilaahay soo dejiyo dawada Ilaahay soo dejiyo halkaas ku jirtaa marka waxaan dhihi lahaa qofka inta uusan haweysan uu dhaqtar aado awwal ha ka hormaro quraanka waana xaq weeye maxay yeelay quraankan Ilaahay baa iska subhana wa taala udurka hayana Ilaahay baa u keenay marka qofka haduu niyiisto inuu Ilaahay subhana wa taala caafinayo waxa weeye quraanka isku akhriya haba yaraatee suuratul faatiha hadda isku akhriso wax weyn baad ka helisaa maxay yeelay ma yara faatiha ma yara waa umul quraan weeye وانا الشفاء للناس مركا وحن اورن لها امه المسلمين تا اديغا اسكو فيلان ان لو تغو شيخ شرد ما اها الهنا ما دهي مشاعق اده الهي ما دهين قف والبو مسلمه كتابك الهي اسغا اسكو فيلان ادين ملك لها ادين اديغا اد كا حكت ملا اد كا دمين ما جيرتو ولادك قرانك اقرن وها لا يابا ان الهي غو دوداي مركا وحن ديلها دك المسلمين تا كتابك الهي سبحانه وتعالى هنقضو دستورك aad ku dhaqmayso iyo waxa aad isku daweynayso labadaba asaga ku noqdeen insha Allah ta'ala farintaas oo walaalaha Soomaaliyeed ama muslimiinta u diraya insha Allah barakallah oo yahay sheekh aad baad mahadsan tahay runtii anu shacab al-haq aqoon ma lahayn xaruntiisa ayaan imaaday markaan imaadayna dadkulay dadku waxa laga yaabaa qofku markuu banaanka joogo inuu aaminsan yahay oo sheekh ama wadaa dad quraan saara oo aan la arkin oo wixii runtii dadka qof walba dabeecadiisu meel la gala ama meesha uu joogo iyo majaalka uu dunida kaga jiro ama bulshada uu la gala sheekh Cabdul Xaq kulli aan isma lahayn dabeecadahan iyo dhaqanka nin dhalinyaro aha dhaqankiisa iyo akhlaaqiyadkiisa iyo soo dhaweyntiisa aad aad uga helayso runtii farxad baan ay ahayd inaan halkan ku soo booqano aan isbarano aan isla sii jiri doono insha Allahu ta'ala bulshada Soomaaliyeedna guud ahaan hal laga faa'iideysto dhibaatooyinka kala duwan ee ina haysta waxa ugu badan ama number 1 oo ah ee lagu daweyn karo waa kalaamka Ilaahay waxa halkan lagu hayaa kalaamka Ilaahay weeye marka inaan ka faa'iideysano runtiina de cashir waxa kugu filan muqaal kala duwan oo dad in dhala dad curyaama aha dad waxa weeye intay nolosha ka dhaceen isbedelo dad waxa weeye dhaqamaan wanaagsan intay ku dhaqmayeen gaala yahuudi ka qeylinayso oo gaaladii la islaamiyay iyagayna Ilaahay ku caafi waxyaabahaas oo dhan waa tusaalooyin muuqda oo la ino diray ama fariin dadka isbitaalada ku daalay waxaan leenahay ha loo noqdo diinta Ilaahay hana loo tago goobaha ay culimadu ku aqrinayaan diinta oo ay ugu horeyso xarunta Sheikh Cabdul Xaq magaalada Nairobi intuu joogo bulshada Soomaaliyeed ku sugan ka faa'iideysta ama kuwa qurbaha ee ka cabsanayay waddanka inay ugu tagaan ee halkan ay si kasto ugu saamaxayso waad mahadsantahay barakallahu